وعبد العزيز لا زالوا لقمة سائغة جميلة للمتسابقين لخصمك على غيرك والجلد اللي بينهم. أعطنا القرعة. وقف أبو خشمة الدحمي. عبد الرحمن في موطن التعويض، عبد الرحمن في موطن التعويض لازم يعوض، وفي كمية عند نواف وعند عبد العزيز عندهم درجات بالهبل، إذا هو متنفس لكم. أنا بس أسولف بس وأنت الموضوع لك راجع يا حبيبي. 2600 حلوة أني أخصم عليك ويبقى لك 1600. أنبسط أستانس. أدعي أدعي يا الدحمي. إذا عبد الرحمن حيا الله. عبد الرحمن كيف حالك؟ عبد الرحمن الله يطول عمرك. شو كيف حالك؟ طيب يا مار. اعطونا الدولاب لعبد الرحمن وخلينا نشوف خيار عبد الرحمن. احلى دولاب يفر لعبد الرحمن ابو خشمان. ماذا يقول فتى هذا الزمان؟ الملعب ملعبي والارض ارضي والميدان ميداني. 5 تذاكر 8 تذاكر. المبروك المبروك ما شاء الله تبارك الله. وفي ظهرك 1000 صح؟ اي يلا عوافي ان شاء الله تنزل 900 ما تدري. عطونا السؤال. السؤال يقول من اول من وصل الى قمه ايفرست؟ هل هو ادموند ولا تينيزيغ ولا جيمس ولا رائد زيدان؟ اعطنا الخيارات. من اول ادموند ولا من جيمس؟ من أول من وصل وين؟ إلى قمة إيفرست. إيفرست أعلى قمة. ها 15 16. هدوء يا لا 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 ما تنفع كذا. لا خشمان عبد الرحمن. جيمس. وقف. إذن إجابة خاطئة. إذن هو أدموند هيلاري. معوض خير. إذن خصم 1100 عليك وشغال الجلد. أعطونا باقي الدولاب. تبغى أقرب منك ولا أبعد منك؟ ها أقرب منك ولا أبعد منك؟ لا والله ابعد منك. وصلت عشانك قلت ابعد. اذا انا بوقف هنا. يمكن وجهك وجه خير يا رجال. عادي قل لك وجهك وجهك يا رجال. 5 تذاكر يجون بالبرايم. وش 8 تذاكر انت؟ 8 تذاكر اعطونا. كم معك؟ ممكن ترجعك 8 تذاكر صح ولا لا؟ اي والله اي والله. مع فزعه موجب ولا سالب؟ مع فزعه الشله. موجب كم؟ 200. العوض ولا قطيع. 900 سالب. توكل على الله. شكرا شكرا. يلا شكرا يا عبد الرحمن. طلع ب 200.